مساء الخير، هسه ابلش اشرح طريقة النستين تانية والسنتر. طريقة النستين تانية والسنتر هي من اسهل الطرق ومن اسهل من اسرع الطرق للحل. طبعا هسه احنا بالامتحان الدكتور راح يقول لنا يوز تو ميثود. شو التو ميثود؟ اللي هي الريليتيف فيلوسيتي اللي حليتها فوق، تستعمل النستين تانية والسنتر، هيك تتاكد من حلك بالامتحان. وبنفس الوقت لما تحل الريليتيف بدك ترسم له المثلث اللي هي اسمها تراينجل ميثود. لما انت تحلله هاي الثلاث شغلات، انت هيك ضمنت السؤال كامل، تاخذ العلامة كاملة. طيب شو بدي اعمل؟ كيف بدي اوجد الاستنتاني والسنتر؟ الاستنتاني والسنتر مشان اوجد المنبر اللي بيعمل جي بي ام، المنبر اللي بيعمل جي بي ام هذا المنبر شو ماله؟ بدي اوجد السنتر اللي بلف حواليه. طب كيف بدي اوجده؟ بمسك انا الهنجين او السرعتين المربوطات فيه. شو مربوط فيه؟ مربوط السرعة دي فيه، طبعا هذا تحرك حركة افقية، وبمسك السرعة المربوطة الثانية فيه اللي هي في بي، تكون عمودية على اي بي. يعني ايش هاي؟ هاي كان في بي. شو بعمل بعدين؟ بمسك ذيل السرعة باخذ العمودي عليها، بمسك ذيل السرعة باخذ العمودي عليها، تطلع معي هاي، هاي النقطة سي، هذا السنتر اللي بلف حواليها. طيب انا معي في بي او معي اوميجا اي بي، انا بعرف شو كان مطلوب معي بالسؤال. طيب شو بسوي؟ لما كنا نوجد الاوميجا هاي كنا نحكي في على ار، في على ار، ار ايش تكون؟ المسافة بين السرعة ومركز دوران الرد. مركز دوران الرد اي بي ايش؟ السبورت. فراح ناخذ 7.6. طيب هسه هذا البي دي. طيب شو السنتر تبعه؟ بيكون سي. فعشان اوجد اوميجا بي دي، يا بوجد دي، يا يعني بحكي في دي على ار دي سي، او بي دي بي سي قصدي على ار بي سي اللي هي ار بي سي، يعني اللي هو في، اللي هو في بي تساوي اوميجا بي دي في ايش؟ في بي سي، في بي سي. فاوميجا بي دي مثلا بدي اياها، فبحكي في بي على بي سي. مشان هيك احنا لما ناخذ الار، ار بعدها عن المركز اللي بلف حواليه. شو المركز اللي بتلف حواليه؟ اي بي، السبورت. السبورت، عشان هيك قلنا كلمه السبورت للنقطه. طب شو بعمل هسه؟ صار معي هذا المثلث، هذا هيو، ها هذا المثلث. هسا اذا هاي عمودية وهذا المثلث 40، هاي الزاوية 40 وهذا عمودي، فاذا هاي الزاوية 50. طيب وهاي الزاوية انا طلعت معي بقانون الساين لهذا المثلث الصغير، طلعت معي 13.92، فالمتممة الها 76.08، اذا هاي المتممة لهم 53.92. طيب صار معي هذا المثلث ومعي هذا الطول 20.3، بطلع الطول هذا والطول هذا. كيف؟ نقول له سين 50، سين 50 على 20.3 شو بده يساوي؟ سين 76.08 على كم؟ على بي سي. طيب تطلع معي بي سي حسب هالكتاب 25.7 سنتي. طيب وسي دي شو بحكي له انا؟ سي دي بقول له ساين 53.92 اللي هي ابصر ايش على سي دي. حل القانون الساين، سي دي بتطلع معي 21.4 سنتيمتر. طيب صار معي هذا الطول وهذا الطول. طيب انا معي السرعة في بي، في بي معي، معي، اذا بدي اخليها كلها بالسنتي، في بي كلها 1591.44. طيب معي في بي ومعي المسافة عن، معي في بي ومعي المسافة عن السنتر، طلع الأوميجا. فأوميجا بي دي تساوي في بي على إيش؟ على آر اللي هي بي سي. طيب وبنفس الوقت أوميجا بي دي شو بدها تساوي؟ في دي على سي دي. طيب بس أنا معيش أوميجا بي دي، أنا معي في بي طلعتها من أوميجا أي بي، فبطلع أوميجا بي دي من أوميجا بي دي بطلع في دي. فهيك بصير الحل، هيك محل أي سؤال. فايش بنحكي له؟ بتساوي 1591.44 على 25.7، تطلع معي اوميجا بي دي 61.85. طبعا اتجاه الحركات، اذا هاي بتنزل لتحت فهذا راح ينزل هيك، هيك يعني ايش؟ هاي لتحت بتنزلها، فهذا بده يمشي عكس عقارب الساعة. هاي بتمشيها هيك، فاذا كانها بتلف هيك فعكس عقارب الساعة، تطلع معي عكس عقارب الساعة. طيب طلعتها بحكي هون 61.85 تساوي في دي على سي دي، سي دي اللي هي 21.4، نضربهم سوا بتطلع معي في دي تساوي كذا.
طيب هذا هيك الأسئلة. طيب كيف الأسئلة الثانية ممكن نحلها؟ هي هو حلو هيك، أصل لك شو ألف وشو بيت، خلص أنا فسرت لك إياها. أمروا على أي سؤال فيهم، أي سؤال من الكتاب. مثلا هذا السؤال، هذا السؤال عندي هذا الآر وهذا الآر، صح؟ صح. طيب شو بحكي؟ في بي كنت جاها هيك أو هيك، بس السؤال حكى لي كلوكوايز، هذا أي بي بلف كلوكوايز، يعني في بي هيك. فإذا هذا بلف هيك يعني هذا رح يطلع ايش؟ عكس عقارب الساعة. ففي دي رح تكون لتحت، ففي دي لتحت، وفي بي لليسار. ناخذ العمودي على الذيل، هذا وهذا، يعني بنوصل الارين ببعض تطلع نقطة الالتقاء. هاي مثلا هاي نقطة الالتقاء، بيطلع معي ايش؟ مثلا سي دي وسي بي. فانا معي في بي طلعتها من الاوميجا، في بي على ار بي سي تطلع معي اوميجا بي دي مباشرة. بعدين بقول له اوميجا بي دي بتساوي في دي على ار دي سي، بتطلع معي في دي. بعدين بقول له في دي المركز دورانها هاي في دي، مشان طلع دي اي باخذ الار مركز الدوران، مش راح اخذ السنتر. ليش؟ احنا هذا المنبر، هذا المنبر سنتر، وهذا اما هذا المنبر سنتر والسبورت، فباخذ ار اي بي. هذا الدي اي سنتر وهذا، فلما اخذت في دي باخذ في ار دي اي. بس هاي طريقة الثانية والسنتر. هسا راح تحت هذا الفيديو راح انزل صور، صورة يعني فيها كل كيف طلع الثانية والسنتر، يعني انت بس تشوفها راح تستنتج كل شيء. بضل عليها الريلاتيف اكسلريشن.